الفكرة اوكي دي تمام طبعا كواليس أول مرة تعرض طبعا تمام خاصة على شاشة قناة طبعا النادي طبعا الأهلي. دي طبعا فريق الترجي بوصوله للقاهرة، نعم. وأكيد هو مستعد بشكل جيد جدا يعني انا عايز طبعا. اعقب على الحته دي اه اتفضل. والله، انا يعني استضافتني الظروف امبارح، كنت متواجد في منطقه الحسين امبارح، فعايز اقول لحضرتك منطقه الحسين طبعا جمهور التوانسه بيحبوا مصر جدا جدا، طبعا وبيحبوا مصر القديمه يعني، يحبوا اه دايما ما بيحبوش الحسين بقى الجديد. والسيده زينب بيحبوا هم فيها متعودين اماكن دايما الشارع جميل، القديس يحبوا جدا جدا الاماكن جدا. الحلوه دي. فامبارح طبعا صادفت انا الكثير من جماهير نادي الترجي في منطقه الحسين، ولك ان تتخيل العلاقه، الناس ماشيه مع بعض والناس بتتكلم مع بعض والامور وديه احلى ما في هذا الامر. حتى كنت بقول للكابتن الاستاذ عصام قبل الهوا ان الناديين فعلا بيتعاملوا باسلوب كبار القاره، وضعا في الاعتبار طبعا ان احنا بنتكلم احنا السنه الجايه رايحين بنمثل القاره في مونديال الانديه بشكله الجديد في امريكا، صحيح. فالناس واخده خلاص النظام القديم شويه اللي هو كان فيه مشاحنات ده، لا 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 ده اتغير. ليه؟ النهارده الناس باصه للبراند اكتر من التنافس الرياضي جوه الملعب. انا هلعب وانت هتلعب، انا في نادينا هيلعبوا عشان خلاص. يكسبوا.